الطالب كرم جره. تحت أقدام المحتلين. الشعب الفلسطيني هو شعب عربي يعيش في فلسطين التاريخية. بشكل طبيعي قبل بدء الهجرات التاريخية الحديثة وجمع نسلة من بعده، وهو جزء ممن يطلق عليهم تسميه شوام، حيث تشكل الجزء الجنوبي من بلاد الشام. بلغت تعداد العالمي الفلسطينيين في نهاية عام 2013 ما يقارب 11.8 مليون نسمة، أكثر من ضفع لقليل عايش كلاجئ خارج حدود فلسطين التاريخية. أما الجزء أنهم يعيشون داخل حدودها، ولكن ليس بالضرورة في بلادهم الأصلية، فنسبة كبيرة منهم أيضا لاجئون.